اولا كنستبشروا خيرا بهذا الشتوى ان شاء الله اللي عطانا الله تعالى، يعني تساقطات مهمه اللي كنا عطشانين ليها، والحمد لله اللهم لك الحمد. يعني حتى يعني ملي اتصلنا بالفلاحه صحابنا يعني حتى هما استبشروا خيرا بهذا الشتوى هذه، واللي غادي يكون عندنا ان شاء الله واحد النفع كبير مستقبلا، خصوصا من ناحيه اسعار الخضر والفواكه، خصوصا الخضر اللي عرفت في الاونه الاخيره واحد الارتفاع كبير، ولكن الحمد لله دابا راه ولات بدات كتنزل شويه يعني تدريجيا. غير اليوم حيت كانت تساقطات البارح يعني كان شويه الغيس، يعني اليوم الجني شويه قليل، ولكن ان شاء الله راه ابتداء من غدا ان شاء الله يعني السلعه راه بدات كتنزل مزيان ان شاء الله، وحتى المنتوج وافر، بحيث ان المطيشه راه نزلات شويه يعني من 300 درهم من الصندوق ولات ب 180 يعني 170، اليوم اللي شويه دايره 190 درهم حيت الجاني قليل كما قلنا. ويعني الحمد لله حنا راه استبشرنا خيرا بان راه القضيه غاديه وكتنزل، خصوصا ان يعني الجهات المعنيه من بينهم الوالي ورؤساء المصالح ديال الولايه يعني يوميا كيكونوا في عين المكان في المارشي في انزكان، وكيراقبوا يعني كيراقبوا البيع ديال الخضره بالجمله، ويعني حتى دوك المضاربين يعني حنا لاحظنا انهم يعني انهم قلال وما بقاوش. بالنسبه للخضر هي الخضر هي هاد الايامات كانت غاليه شويه، ولكن ان شاء الله دابا ملي تحت هاد الرحمه راه غادي ان شاء الله الخضر ترجع كيف ما هي في الاول، غادي يكون ان شاء الله الخير موجود. بالنسبه واخا كاين الغلاوات دروك شويه، الططره دايره دابا 8 درهم، البصله دايره 9 درهم كركوبه، الاخرى دايره 5 درهم. بالنسبه للسقوطه كنهضر لك على السقوطه، بالنسبه للقرعه والفلفله والخيار وداك الشيء كاينه من 7 درهم 8 درهم، خيز واللبس كاينه 100 ريال 5 درهم، الليمون كاينه 7 درهم بحال لي ماندالين بحال نوفا بحال نافيل، مطيشه كاينه 7 درهم وكاينه 6 درهم وكاينه 5 درهم. ولكن بالنسبه ان شاء الله من بعد هذا الخير اللي طاح دروكا غادي ان شاء الله يرجعوا الاسعار كيف ما هما كانوا في الاول، ما غاديش يبقى هذا الغلا ان شاء الله، غيكون الخير موجود. والمهم هادشي ان شاء الله راه كنتمنى من الله تعالى يوفق الجميع والله يسخر الجميع، والناس ان شاء الله راه غادي يكون كل شيء موجود. هذا الشيء ان شاء الله هذه المفاجاه غادي تحيد، غادي تجي مفاجاه اخرى ان شاء الله زينه. وكنشكر هاد اللجان اللي هي كتمشي دابا بالنسبه للمارشي بالنسبه للاسواق، راه كيمشيو للاسواق، كانوا في انزا كانوا في تيكيوي نهار الخميس بحال اليوم، كانوا في المارشي كان الوزير في المارشي هاد الايامات. وبالنسبه لهاد اللجنه هي واقفه على هاد الشيء، المسائل ديالها اللي هي مزيانه، وكنشكروا كل شيء جميع السلطات المحليه وجميع السيد الوالي وعلى راسهم السيد الوالي.